قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. وريت ما سمعتش ملخص الجزء اللي فات من المسلسل ده يروح يسمعه من القناة، او هتلاقي اللينك بتاعه موجود في اول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده. اخر حاجة هنشوفناها في الجزء اللي فات وهو ان تاي اكتشف ان القاتلة سو موجودة عنده في المستشفى، وشكنا بشكل كبير ان الدكتورة واللي هي يعني مديرة المستشفى هي سو، لكن لسه ما تأكدناش. اما المحققة هو فلسه في المدرسة، واخر مرة شفناها لما قدرت تهرب من الكمين اللي عمله لها جين عشان تموت، وقعدت هي وهان في قاعة الملعب عشان هان ترتاح لانها يعني كانت مصابة. تمام. بيبدأ الجزء الجديد في المدرسة وبنشوف الكل مستنيين هان وهو والباقي، لانهم يعني ما يعرفوش اللي عملوه جين معه. بس وسط ما هم قاعدين بيوصل جين ومش بيكون معاه هان ولا هو ولا اي حد خالص، فبيسألوا ايه اللي حصل، فبيكذب عليهم طبعا وبيعرفهم ان الزومبي قتلوه، لكن كذبته مش بالطول لان تشوي بيوصل عندهم وبيعرف الكل باللي عمله جين وبيتخانق مع جين وبيضربه. في اللحظه دي بيتجنن جين جدا وبيبدا يعض الكل وبيسيبهم وبيخرج يجري. هنا بتبدا الهلاوة تسيطر على جين جدا، لان زي ما قلت لك الملخص اللي فات انه مصاب. المهم حاليا بيتحول بشكل كامل لزومبي وبيتجنن، فبيروح يفتح باب المدرسه وبيدخل الزومبي للمدرسه. وقتها الزومبي مش بيتوصوا خالص وبيفضلوا يقتلوا في اي حد قدامه. فبياخد تشوي كل اللي ما اتصابوش وبيروحوا يستخبوا في اوضه كده. بعدها بيسيبهم تشوي وبيخرج يجيب مفتاح اتوبيس المدرسه عشان يعني يهربوا بيه. بيروح لمكتب ابوه المدير وبياخد مفتاح، بس بيوصل المدير وبيوقفه وبيحاول يمنعه، لكن تشوي مش بيهتم وبيعرفه انه هيهرب وبيسيبه بيمشي. بمجرد بقى ما مشى تشوي بيجي عند المدير اكتر من زومبي لكنه بيقتلهم. بعدها بيروح يستخبى، بس هنا بتكون المشكله لان فجاه بيظهر المساعد بتاعه ولكن كزومبي، وبيكون المساعد ده بيكره المدير جدا وما صدق شافه، فبيهجم عليه ولكن مش بيقتله بل بيقلعه الماسك اللي لابسه عشان يتحول زيه لزومبي. بعد شويه بقى بيتحرك تشوي بالاتوبيس مع اللي لاجو، وفي سكته بيلاقي ابوه اتحول خلاص لزومبي، ورغم ان ابوه واخده كل حاجه الا انه بيزعل عليه. عامه بيكمل طريقه بعدها عادي، وفي الاثناء دي بتكون هو وهان لسه في الملعب اللي مستخبيين فيه، وفجاه بيلاقوا الزومبي جايين عليهم. بسرعه بيدوروا على طريقه يهربوا بيها لحد ما بيلاقوا تشوي ماشي بالاتوبيس، بيوقفوه وبيركبوا معاه وبيهربوا. بس في الوقت ده بتلاحظ هو ان دو مش موجوده معاه، فبتسال تشوي عنها، فبيعرفها تشوي انها ممكن تكون لسه في المدرسه، فتقرر هو ترجع للمدرسه بسرعه تنقذها هي واي حد معاها. بيوافق تشوي وبيرجعوا للمدرسه. وقتها بتدخل هو للمدرسه وبتعمل صوت كده بتخلي الزومبي يجروا وراها لحد ما بيخرجوا من المدرسه. بعدها بيجي لهم تشوي بالاتوبيس وبيفضل برضه يعمل صوت عشان يمشي وراه، وبكده بيكونوا بعدوا الزومبي عن المدرسه. فبتستغل هو الفرصه دي وبتدخل المدرسه وبتروح عند الاوضه اللي فيها دو والباقي وبتفتح الباب لدو والكل، بيخرجوا وبيروحوا لتشوي. دلوقتي بقى لازم نروح المستشفى عند تاي، لان في المستشفى يا صديقي بنشوف شخص كده شكله مجنون خالص مستخبي في مكان وعمال يعيط. فاثناء ما هو بيعيط بيفتكر ذكرياته، وبنشوف انه من مده كده كان قتل رئيسه في الشغل وكمان سرق فلوسه. المهم بيخرج من ذكرياته دي وبيكون لسه بيعيط ومستخبي زي ما هو، لكن فجاه بيدخل عليه مراقب الكاميرات بتاع المستشفى وبيفضل يقول له انا عارف انك مستخبي من الكهنه، ما تخافش انا ههربك منها. بيصدقه الغريب وبيخرج معاه. وقتها بيظهروا رجاله الكاهنه وبيسيطروا عليه، وبيطلع ان المراقب ده اصلا واحد منهم وهي اللي بعتته اصلا يدور على الشخص ده. المهم بياخدوا بقى الغريب ده للكاهنه، فبتربطه وبتفضل تقول له انا هطلب منك حاجه، عملتها هتعيش، عملتهاش هتموت. فيوافق يعمل لها اللي هي عايزاه، وخليك فاكر الراجل ده كويس جدا لقدام. اما دلوقتي فبنروح لقاعه المستشفى، لان هناك بتوصل جيم مرات هيون لو تفتكرها، وطبعا بتكون حامل وتعبانه جدا، فبتاخدها مديره المستشفى مع الممرضات لاوضه عشان تولدها. لكن جي في الوقت ده بتدي المديره ورقه بتاعه السجين اللي عامل نفسه ظابط، وبتعرف المديره حقيقته بالكامل. في نفس الوقت ده بينزلوا تاي وهيون وبارك والمسجون النصاب ده للقاعه، فهم بتشوف المديره بتعرف تاي على طول حقيقته كلها. وقتها بقى ما بيكونش من المسجون الى انه بيجيب سلاح وبيمسك ممرضه اسمها يون وبيهدد بقتلها. بعدها بياخد يون دي وبيخرج بره المستشفى خالص، بيجبرها تركب معاه العربيه وبيتحرك بيها عشان يهربوا من المستشفى ومن المدينه كلها. لكن تاي وقتها بتصعب عليه يون، فبياخد العربيه عشان يروح ينقذها. بس قبل ما يمشي تاي بيجيله بارك وبيديله كلبشات عشان لو وصل لمجرم يكلبشه. فبيشكره تاي وبيطلب منه يبحث في المستشفى عن قاتل الممرضه اللي زي ما قلت لك كده لقيوها ميته بطريقه القاتله سو في نهايه الجزء اللي فات. فبيوافق بارك وبيسيبه وبيمشي. عامه بيرجع بارك للمستشفى، وهنا بتكون المشكله لانه اول ما بيرجع بيجيله رئيس العصابه لو تفتكره، وبيطلب منه يتكلموا في مكان لوحدهم، فبيروح بارك معاه. وده بقى بيقول له الرئيس انا هتنازل عن ديني اللي عندك، وفي المقابل هتديني مسدسك، اقتل بيه تاي والكهنه لانهم بيعاملوني وحش جدا. طبعا بارك بيرفض، لكن الرئيس بيقول له ما ينفعش ترفض، افتكر انت عملت ايه مع تاي زمان، واعرف ان لو قلت له هيقتلك بنفسه، فاحسن لك يديني مسدس.
لحظة يا صديقي، بيفتكر بارك الماضي وبنشوفه هو رايح يقابل الرئيس ده وعصابته. وقتها قال للرئيس انا عرفت ان في ضابط جديد اتعين معاكم كده اسمه تاي، ودي حقيقة يا صديقي، تاي زمان اصلا كان ضابط. ومن بارك اكل للرئيس ان تاي اتعين معه، فقال له الرئيس اكتب فيه تقرير كويس جدا واثبت انه مرتشي عشان تاي بيدور ورايا وورا عصابتي ولازم اخلص منه. فوفى بارك يعمل كده عشان يسيب الرئيس الدين اللي عنده ده وما يبلغش عليه. والعلم يعني تاي ساب الشغل كشرطي بسبب المشكلة دي، لكن تاي نفسه ما يعرفش اللي حصل. عامة بنرجع لوقت الحاضر تاني، ومش بيقدر بارك يتمالك نفسه وبيرفض اصلا ان هو يدي الرئيس المسدس، فبيتعصب على الرئيس وبيحاول ياخده بالعافية، لكن على مين؟ على طول بيضربه بارك طلقة وبيقتله خالص. بنفس الوقت ده بيوصلوا زومبي كتير عند بارك، فبسرعة بيهرب من المكان وبيسيب رئيس العصابة ليهم وبيمشي. اما بقى برا المستشفى، فبتكون الممرضة يون لسه ماشية مع المسجون، لكن وسط السكة بتخبط العربية اللي ماشية بيها في عربية تانية، فبسرعة بتطلع مشرط كان معاها وبتغز المجرم ده وبتهرب منه. لكن هنا بنشوف ان المجرم بسبب اللي حصل ده كان قلع الماسك وبالتالي استنشق الدخان وتحول لزومبي وبدأ يدور على يون. وبالفعل بيدخل كده لمول دخلته يون وبيفضل يدور عليه، لكن لحسن الحظ في نفس الوقت ده بيوصل تاي عند المول وبيشوف العربية اللي كانوا راكبينها، بيلاقيها واقفة قدام المول فبيشك انهم جوه، وبالتالي بيدخل للمول وبيفضل يدور على يون او على المسجون يعني عشان يعتقله زي ما بارك قال له. فعلا بيوصل للمسجون لكنه بيكون اتحول خلاص لزومبي، بيبدا يتعارك مع تاي وحرفيا بيبهدل تاي خالص، بس بيقدر تاي في الاخر يجيب سكينه وبيرشقها في ودنه، فبيتاثر جدا المسجون ده وبتحدف لبعيد من الوجع. بس تاي الحمد لله بيقدر يجيب الفاس وبينزل عليه لغايه ما بيخلصنا منه خالص. لكن في اللحظه دي بتيجي الممرضه يون وبتقول لتاي تعرف كان نفسي ان انا اللي اقتله بس ملحوقه، وبتروح مطلعه حقنه كده قاتله عشان تخلص عليه. وقتها مسك تاي ايدها بسرعه وفضل يفتكر هو لغايه ما اكتشف ان الممرضه يون دي تبقى هي اصلا القاتله سو. المهم ان تاي اول ما بيدرك كل ده على طول بيضربها وبيكلبشها وبيقرر انه يسلمها لهو. فبمناسبه هو بقى، فهو يا صديقي خد الدو وخرجت ركبه الاوتوبيس مع تشوي والباقي وتحركوا بيه. في الطريق بقى بيسعد تشوي هو يروحوا على فين، فبتقول له هو روح على المستشفى لانها امن مكان حاليا، بيوافق وبيتحرك عليها. بس المشكله انهم بعد شويه الاوتوبيس بيعطل، فوق ده كله فجاه بيلاقوا حد بيحدف طوب على الاوتوبيس وبيكسر الازاز عشان الدخان يدخل لهم. فبسرعه بتقول لهم هو البسوا الماسكات، بعدها بتاخدهم وبيهربوا عشان يروحوا اي مكان يحتموا فيه. وعلى فكره الشخص اللي حدف عليهم الطوب ده بيطلع الوغد كالعاده جين. المهم بيفضلوا ماشيين عشان يدخلوا اي مكان امان، لكن فجاه بيطلع عليهم الوحش الغريب اللي شفناه الجزء اللي فات لو تفتكر، وبيسحب واحده من اللي معاهم، فبيحاولوا ينقذوها لكن بيفشلوا، فبيسيبوها وبيدخلوا مبنى يحتموا فيه. بس هناك بيلاقوا الوحش وصل عندهم برضو، وفجاه بيقتل الوحش واحد منهم، فالكل بيخافوا وبيستخبوا، لكن هو مش بتهتم بده كله وبتروح لدو وبتحضنها عشان تحميها. وقتها بيوصل الوحش اللي عند هو بس بشكل مش مفهوم بيسيبها وبيمشي. طبعا الكل خلاص هديوا وخرجوا من مخباهم. في اللحظه دي سال تشوي هو ازاي الوحش سابهم كده ومشى، فبتقول لهم هو معرفش بس واضح انه سابنا لغرض تاني، لكن ده مش مهم حاليا، يلا نكمل طريقنا للمستشفى. وفعلا بينزلوا عشان يكملوا طريقهم للمستشفى، بس هنا بيكتشفوا ان هان مش معاهم ومش بيكونوا عارفين راحت فين. لكن قبل ما يروحوا يدوروا عليها بيتواصل تاي مع هو وبيعرفها انه قبض على القاتله سو في المول، فبتقرر هو في لحظتها ان هي تروح على هناك وبتطلب من تشوي ان هو يروح بالكل للمستشفى وهتحصلهم ايه، وبتسيبهم وبتمشي. بس اول ما بتمشي كل اللي مع تشوي بيعرفوا ان هو هي اللي بتحميهم ولازم يروحوا وراها المول، فبيوافق تشوي وبيتحركوا سوا كلهم على المول. في الاثناء دي بقى في المول بيسيب تاي سو مربوطه وبيروح يدور على اي موان كده في المول ممكن تفيدهم، لكن اللي ما كانش عامل حسابه ان سو بمجرد ما هو مشى بدات تكسر صوابعها وقدرت تفك نفسها من الكلبش، وبدون تفكير خرجت من المول عشان تهرب، لكنها مش هتهرب يعني، وده بسبب انها اول ما خرجت استنشقت الغاز وتحولت. طبعا اتجننت زياده اكتر واكتر، وعشان كده دخلت للمول تاني عشان تستنى هو وتقتله. بمناسبه هو بقى، فهي حاليا بتوصل للمول لكنها لا بتلاقي سو ولا بتلاقي تاي، بتجيلها بس مكالمه من سو لانها سرقت اصلا الجهاز بتاع تاي. المهم ان سو بتعرفها مكانها وبتعرفها انها مستنياها عشان تقتلها، فبتتغاظ هو جدا وبتروح لها، واول ما بتوصل لها بيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بتقدر سو تسيطر عليها وتقنعها. لكن في اللحظه دي بتبدا هو تتحول كالعاده، فبتمتلك قوه كبيره جدا وبسرعه بتفك نفسها وحرفيا بتبهدل سو، وفي النهايه بتفضل تقنعها عشان تقتلها. لكن في اللحظه دي بيظهر لها جوزها الميت فهلوسها وبيقول لها لو قتلتيها الدخان هيسيطر عليك بالكامل، ما تعمليش كده، فبتسيبها هو على اخر لحظه. اما المستشفى، ففي المستشفى صديقي الكاهنه بتتجنن خالص وبتجمع اتباعها كلهم وتعرفها انها بتقدر تتحكم في الدخان الاسود ده وتقدر تخلص منه،
ولكن بشرط انهم يقدموا اضحية وتطلب منهم يجيبوا الراجل اللي شفناها بتربطهم من شوية ده لو تفتكر، وبتعرفهم ان ده الاضحية. فبيجيبوه ويخرجوا بيه برا المستشفى عشان يقتلوه، لكن قبل ما يعملوا كده بيجي الضابط بارك وبيهددهم انهم لو قتلوه هيقتلوا. بس بسرعة بيضربوا الضابط بارك وبيسيطروا عليه، وبيخرجوا برضو بالراجل المربوط ده وبيرموه من فوق الكوبري فبيموت. بعدها بتروح الكاهنة لبارك اللي رابطينه حاليا وبتعرفه انها هتقتله هو كمان كأضحية لانه مذنب وقتل رئيس العصابة، لكن مش هتقتله دلوقتي وبتسيبه وبتمشي. في نفس الوقت ده في مكان تاني في المستشفى بنشوف الضابط يون مع مراته جي، وبتكون جي بخير وكمان خلفت. في الاثناء دي بتجيلها مديرة المستشفى وبتطمن على حالة جي والطفل وبيشكرها هيون انها ساعدتها. بس بعد كده بيسألها عن بارك بتقول له معرفش هو فين، فبيخرج عشان يدور عليه بنفسه. في الاثناء دي بقى بارك وهو مربوط بيفضل يفكر شوية لحد ما بيستقر على خطة، وبينده على الحراس اللي رابطينه وبيطلب منهم يروح الحمام. فبيبدأوا يفكوه عشان يروح الحمام، لكنه أول ما بيتفك على طول بيضربهم كلهم وبيخرج بكل شياكة من الأوضة. وأما بيخرج بيقابل هيون في وشه، فبيعرف يون إن في هنا كاهنة مجنونة ومعاها أتباعها وهيحاولوا يقتلوا الكل. بيعرف يون إنهم لازم يوقفوها حالا. بيسألوه هيون هيعملوا إيه، فبيعرفوا بارك إنهم هيروحوا لعربية الشرطة بتاعتهم، لأن يعني هيكون فيها جهاز بس هيقدروا منه أكيد يستخدموه ويتواصلوا مع أي ضابط لسه عايش يجي هنا يساعدهم. فبيوافق هيون وبيتحركوا على العربية. بس اول ما بيمشوا بيشوف ان في ست سمعت كل كلامه، والست دي بقى يا صديقي اصلا كانت على خلاف مع الكاهنه من زمان، من قبل حتى ما ينتشر الزومبي والعالم يتدمر. لكن حاليا الكاهنه مسيطره زي ما احنا شايفين، فطبعا عايزه تكسبها، وعشان كده بتروح الست دي للكاهنه وبتعتذر لها عن كل حاجه حصلت بينهم قبل كده. بعدها بتعرفها اللي بارك وهيون هيعملوه، وفي المقابل بتطلب منها تنضم لجامعتها، فبتوافق الكاهنه. بعد كده بتخرج هي وكل اتباعها وبيقدروا يسيطروا على هيون وبارك بكل سهوله. بعد ما سيطروا عليهم بتاخد الكاهنة الست اللي اصلا فتنت على بارك وهيون وبترميها للزومبي عشان يقتلوها، لانها برضو ما سمحتهاش على الخلافات القديمة اللي كانت بينهم. عامة دلوقتي بقى بنروح للطبيبة مديرة المستشفى، لان في الاثناء دي يا صديقي بنلاقي الطبيبة بتاخد جثة من العناية المركزة واللي مش بيصلها حد غيرها للعلم يعني، وبترميها في مكان كده مليان جثث، وبتبدا تفتكر كل اللي بتعمله في الجثث دي، وبنكتشف ان الجثث دي كلهم اصلا كانوا في العناية المركزة وزي الفل، لكن الطبيبة المريضة دي كانت بتحقنهم كلهم بالدخان الاسود وبتحاول تعمل عليهم تجارب كتير بحيث تلاقي علاج، لكن طبعا لحد دلوقتي ما وصلتش الحاجة، وكل اللي عملت عليهم تجارب هم الجثث اللي قدامك دول. لكن سر الطبيبة ده لسه محدش يعرفه، ولسه بقى ما نعرفش ناوية تعمل ايه قدام، لكن ده طبعا حديث اخر لوقت اخر. اما دلوقتي فنرجع لهو في المول. اخر مرة كنا شفنا هو وقت ما سابت سو وما رضيتش تقتله، بس سو طبعا زومبي فمش بيفرق معاها كل ده وبتهجم على هو عشان تقتله، وبتاخدها وبتنط بيها من فوق سطح المول. لكن لحسن الحظ بتقدر هو تمسك في السور، وكمان بتمسك سو عشان ما تسيبهاش تموت. بس سو بتاخد قرارها وبتسيب ايدها وبتقع ميته، والحمد لله بيوصل طاي وعلى طول بينقذ هو وبياخدها وبيمشوا. وبيعرفها ان تشو وباقي الناجيين اللي معاه وصلوا لهنا بما فيهم السيده نا، والسيده نا دي يا صديقي هي الست اللي الوحش كان شدها. فالمهم بتفرح هو، بعدها بيسيبها طاي عشان يروح يشغل الكهرباء، لكن اول ما بيروح يشغل كهرباء المول فجاه بيطلع عليه زومبي وبيفضل يتعارك معاه وبيخنقه وبيكون هيقتله. بس الغريب هنا ان فجاه بتبدا هو تصدع جدا، وبتبدا تشوف رؤيه غريبه وكانها بتشوف بعين الزومبي وبتشوفه هو ماسك تاي وبيخنقه. طبعا مش بتفهم حاجه حاليا، لكنها بسرعه بتروح تنقذ تاي وبتقتل الزومبي. بعد شويه بيقعدوا هي وتاي مع بعض، فبيسالها تاي عرفت منين ان الزومبي كان هيقتلني؟ فعرفته انها قدرت بسبب مش مفهوم تشوف بعين الزومبي وكانها متصله بيه، لكن ده حصل ازاي ما تعرفش. عامة بتكمل كلامها وبتعرفه ان في وحش غريب كده هو اللي بيتحكم في الزومبي، لكنها ما قدرتش تشوف جسمه بالكامل وشافت بس اطرافه او يعني مخالبه اللي بيهجم بيها عليهم. وتعرفوا ان الوحش ده لسبب برضه مش مفهوم كان يقدر يقتلها لكنه ما قتلهاش. طبعا بيستغرب طاي لكنه مش بيعلق لانه اصلا مش فاهم اي حاجه. المهم في الوقت ده بيقطع كلامها صوت من بره المول، فبيفتحوا بيلاقوا ان الصوت ده جاي من هان واللي وصلت للمول ده اخيرا. في اللحظه دي الكل كانوا فرحانين، وبتقعد هو مع هان ومع السيده نا وبتسال الاول هان ايه اللي حصل لها. بتعرفها هان انها لما تاهت قبل كده منهم شافت وحش في الدخان، ومن بعد ما شافت الوحش مش فاكره اي حاجه غير انها فات في مكان قريب لهنا، فجريت لحد المول ولحسن الحظ طلعوا الكل فيه. هو بتستغرب برضه فبتسال نا ايه اللي حصل معاك انت كمان. بتعرفها ان نفس اللي حصل مع هان حصل معاها ومش فاكره اي حاجه. فبتستغرب هو اكتر واكتر، لكن هو والكل ما بيردوش يضغطوا عليهم وبيسيبهم يرتاحوا. اما هو وتاي فبيطلعوا مع بعض يقفوا على السطح يتكلموا شويه. في الاثناء دي في المستشفى بتجمع الكاهنه كل اتباعها وبتروح معاهم لعند بارك وهيون، بتعرفهم ان دي اللحظه الحاسمه لانهم هيقدموهم دلوقتي كقرابين.
بعدها بتعور الكهنة نفسها وبتبدأ تعمل طقوسها وتلطخ وشهم بالدم استعدادا لقتلهم، لكن عنده هو وطاي فبتبدأ هو تصدع من تاني كالعادة، وبتبدأ تشوف رؤية زي ما سبق قبل كده وشافتها بعين الزومبي عند طاي، ولكن بتشوف الرؤية المرة دي الكاهنة وهي بتلطخ وش بارك ومقررة ان هي تقتله هو وهيو. بتستغرب جدا ومش بتكون فاهمة ازاي شافت الرؤية دي اصلا، بس في المجمل بتعرف طاي كل اللي شافته، فبيقلق على بارك وهيون وبيقرر يروح ينقذهم ويودع هو وبيمشي. مجرد ما بيمشي طاي فجأة بيوصل جين للمول وبيدخله عشان يقتل هو وكل اللي معاه، فبيفضل بقى جين يلف في المكان هنا وهناك لحد ما بيقدر يوصل لها، وبتكون نايمة كده في مكان ما في المول وبيكون هيقتلها فعلا. بس قبل ما يعمل كده بيوصل تشوي للمكان وبيتعارك بكل قوة مع جين وبيزق الأوضة كده وبيحبسه فيها. بعدها بياخد هان وبيروح بيها لهو والكل وبيعرفهم كل اللي حصل معهم، فبيقرروا من دلوقتي يهربوا من المول خالص. بس قبل ما يعملوا كده فجأة بيوصل جين من تاني، وقتها قالت هو لتشوي والكل يهربوا وهي تتعارك مع جين، فبيعملوا كده فعلا وبيسيبوها وبيمشوا. أما هي فبتفضل تتعارك مع جين بكل قوة وضربة يمين على ضربة شمال، بتقدر أخيرا تقتله وتخلصنا منه ومن قرفه. بس يا سيدي بتخرج هو واللي معاها من المول وبيبدأوا يتحركوا للمستشفى. فلحد ما يوصلوا بقى بنروح احنا للمستشفى، وهناك بنشوف إن تاي وصل وبيحاول يدور يمين وشمال عشان ينقذ بارك وهيون. في الأثناء دي بقى بنشوف إن الكاهنة مجمعة الكل وبيعملوا طقوسهم الغريبة، بس وسط الطقوس دي بتدخل الكاهنة في حالة هلاوس وبتسمع نفس الصوت اللي بيكلمها. عرف الصوت ده انه هيجي لها قريب جدا وهتشوفه لاول مره، وبيعرفها كمان ان هو هتيجي للمستشفى ولازم تسيطر عليها وتجهزها له، فبتوافق الكاهن. بعدها بتخرج من هلاوسها دي وبتامر الكل يروحوا يجيبوا بارك وهيون عشان يضحوا بيهم. في الوقت ده بقى بيكون تاي لسه بيلف برضه في المستشفى، لكن فجاه من العدم كده بيظهر زعيم العصابه وبيضرب تاي على دماغه فبيوقع مغمى عليه، فبياخدوا الزعيم وبيروح بيه لعند هيون وبارك. بارك يا صديقي اول ما بيشوف زعيم العصابه بيترعب جدا لانه قتله قبل كده زي ما قلنا، وبالتالي هو مش فاهم ازاي عاش اصلا. بس الزعيم مش بيسيبه محتار كتير وبيبدا يحكي له كل اللي حصل. بنشوف ان وقت ما الزعيم اتضرب بالنار والزومبي كانوا جايين عليه وصلت عنده الكاهنه وباشاره منها وقفت الزومبي كلهم. بعدها اتكلمت مع الزعيم وعرضت عليه ينضم ليها وفي المقابل هتشفيه، فطبعا وافى وهو لسه عايز زي ما احنا شايفين. وهو بنخرج من الذكريات دي بقى وبنرجع للزعيم من تاني واللي بياخد تاي وهيون وبارك وبيمشي بيهم عشان يوديهم للكاهنه وتضحي بيهم. بس في السكة بيشاور تاي لبارك وبالخباسة كده بيطلب منه يتخانق معاه، بيتخانق بارك معاه وبيزق تاي على الأرض. هو تابا بياخد تاي من الأرض سكينة من غير ما حد يشوفه، بعدها بيكمل عادي جدا الطريق مع الزعيم ورجالته. وبعد شوية بيوصلوا كلهم لعند الكاهنة واللي بتكون واقفة مع باقي تابعيها عند باب كده، وبتعرف الكل انها هتفتح الباب وهتخرج تاي وهيون وبارك للزومبي يقتلوه. بس قبل ما تعمل اي حاجة بيفك تاي نفسه بسرعة وبيثبت الكاهنة بالسكينة، لكن الكاهنة ولا بتتهز حتى وبتمسك السكينة بإيدها وبيكون عندها قوة غريبة، بتقدر تبعدها خالص وتبعد تاي عنها. بعدها بيرموا تاي وبارك وهيون لعند الزومبي وبيقفلوا الباب، فبيطلعوا زومبي كتير جدا عليهم وبيبدأوا يهاجموهم بشكل مش طبيعي، وبيكونوا التلاتة محاصرين خلاص من الزومبي ومفيش أي مكان يهربوا ليه. لكن لحسن الحظ في نفس الوقت ده بتوصل هو مع تشوي والباقي للمستشفى، وبيطلعوا عند وحدة العناية المركزة وبيقابلوا مديرة المستشفى. سألها هو عن تاي بس المديرة مش محتاجة تجاوب، لأن في نفس اللحظة دي بتبدأ هو تشوف رؤية كده كالعادة، وبتشوف الرؤية دي تاي والباقي وبتشوف إن الزومبي محاصرينهم وهيقتلوا. وقتها على طول بتروح تجيب إزازتين كحول كده وبتلف من الباب الخلفي وبتروح عند تاي وبترمي الكحول على الزومبي وبتولع فيهم، وتاخد تاي وبارك وهيون وبيهربوا من المكان. طبعا الكاهنة أول ما بتشوف كل ده بتتجنن جدا وبتأمر أتباعها إن هم يجيبوهم هم الأربعة ويقتلوهم، فبيسمعوا كل كلامها كالعادة وبينتشروا عشان يوصلوا. لكن الكاهنة صديقي في الوقت ده بتبدأ تسمع نفس الصوت اللي بيكلمها وبيقولها انت ازاي هتقتليها، مش قلتلك قبل كده تسيبيها، وبيأمرها ما تتصرفش من دماغها تاني. فبتعتذر له الكاهنة وبتعرفها انها هتلحقهم بس، وفعلا بتروح لكل اتباعها واللي كانوا خلاص وصلوا اللي هو والباقي. بس قبل ما يشتبكوا معاهم بتوقفهم الكاهنة وبتعرفهم ان دول ضيوفهم من اللحظة دي ومحدش خالص يقرب لهم. طبعا محدش بيكون فاهم اي حاجة لكنهم بيسمعوا كلامها وخلاص. المهم بيروحوا هو وبارك وهيون وتاي لتشوي والباقي وبيبداوا يقفلوا على نفسهم مكان كده ويعزلوه عشان محدش يقدر يوصل لهم ويأذيهم. بس تعرف مش دي المشكله، مشكله فعلا ان في نفس الوقت ده عند اتباع الكاهنه بيسمعوا صوت غريب، فاتنين منهم بيروحوا يشوفوا فيه ايه وبيفضلوا ماشيين ورا الصوت ده لحد ما بيوصلوا لاوضه الكاميرات، وهناك بيلاقوا مراقب الكاميرات مقتول. بس قبل ما يفكروا في حاجه فجاه بتظهر مخالب الوحش كالعاده وبتقتل الاتنين دول خالص. الفيلم ده كله بقى بتقدر هو تشوفه في شكل رؤيه، فبتقول لتاي وبسرعه بيروحوا يشوفوا فيه ايه.
وفعلا بيوصلوا لاوضه الكاميرات وبيلاقوا كل مقتول هناك. بيبصوا فوقيهم بيلاقوا مخالب الوحش بتتحرك في ممرات التهوية. بيحاولوا يوصلوا له ويقتلوه لكن بيفشلوا للاسف. اما بقى عند بارك والباقي فبتحصل حاجه غريبه، لان بتجيلهم واحده من اتباع الكاهنه وبتخبط عليهم وبتعرفهم انها جايبه لهم اكل وحاجات. طبعا بارك بيقلق وبيرفض يفتح لها جدا، لكن بتدخل المديره وبتعرفهم انهم محتاجين الاكل ده جدا للناس اللي معاهم لان منهم اطفال. بيضطر بارك يوافق وبينزلوا كلهم مع الاتباع لقاعه الاستقبال عشان ياخدوا الاكل والحاجه. وهناك بتجيلهم هو مع تاي وبيستغربوا جدا من اللي بيحصل. بتروح هو تتكلم مع الكاهنه وبتقولها من وقت قليل جدا كنت هتضحي بينا، اما دلوقتي فبتدينا اكل وشرب، هو في ايه بالظبط؟ هنا ضحكت الكاهنه بسخريه على كلامها وعرفتها ان الصوت اللي بتسمعه واللي هي مسميه بالمناسبه المنقذ طلب منها انها تحسن ضيافتها، يمكن يكون ليهم قرار مختلف ويتبعوه زيها. طبعا الكلام ده كله مش بيخش على دماغ هو خالص، وتعرفها انها متسيطر عليها من وحش مش اكتر، لا منقذ ولا غيره، والوحش ده اكيد نيته مش خير. بس الكاهنه مش بتهتم وبتعرفها انها نصحتها ما تزعلش بقى من اللي يحصل لها. كالعادة مش بتهتم هو وبتاخد الكل وبيمشوا تاني. بعدها بتتجمع هو مع المديرة وتشوي وتاي وهيون وبارك وبتعرفهم انها اكتشفت حاجة كده، وهي ان الوحش ده اكيد بيستخدم شخص كمضيف، لانه بيظهر فجأة في المكان اللي هم موجودين فيه وكانوا بيتتبعهم بالظبط. بتعرفهم كمان ان الوحش ده اكيد المضيف بتاعه حد من اللي كانوا معهم في المدرسة، لان الوحش ظهر اول مرة في المدرسة، بعدها ظهر في المكتب اللي استخبوا فيه، بعدها ظهر مرة تانية هنا في المستشفى. وده معناه انه جوه جسم حد من اللي نجوا في المستشفى وبيتتبعهم في كل مكان. وبتكمل كلامها برضو وبتعرفهم انها شكة في اتنين كده يكون الوحش مضيف في جسم حد فيهم، وهم هان والمدرسة لا، لان الاتنين دول ما كانوش موجودين اصلا في اي مرة هجم عليهم الوحش. وعلى اساس ده بتطلب من الكل انهم يراقبوا هان وانها كويس جدا لحد ما يعرفوا مين فيهم مضيف الوحش بالظبط. وتعرف كلام هو ممكن يكون صح شوية، وده لانها بنشوف في الوقت الحالي نا عينها بتتحول بالكامل وبتقوم تجيب مقص وبتمشي ورا هان عشان تقتلها، بس لحسن الحظ دو بتشوفها فبتاخد بعضها وبتروح لهو والباقي وبتعرفهم ان نا شكلها مش طبيعيه خالص وماشيه ورا هان بمقص عشان تقتلها. طبعا الكل بيقلقوا وبسرعه بيروحوا يدوروا عليها لحد ما بيوصلوا للحمام، وهناك بيلاقوا نا بتحاول تقتل هان، فبسرعه بيبعدوها عنها وبياخدوها يحبسوها في المخزن وبيكلبشوها لحد ما يتاكدوا هي المضيفه فعلا ولا لا. ومنهم بيرجعوا مرة تانية يفكروا سوا، فبتعرفهم هو ان الوحش ده بيهرب دايما عن طريق فتحات التهوية، وبالتالي لازم يسدوا كل الفتحات. وفي نفس الوقت بتعرفهم ان المستشفى هنا ما بقتش امان ولازم يهربوا منها. فعلى اساس ده بيتقسموا لفريقين، فريق فيه المديرة وتاي وهو، ودول اصلا دورهم يطيروا بطيارة بدون طيار، يطيروا في الجو ويشوفوا مكان امان حواليهم عشان يروحوا. اما الفريق التاني ففي بارك وهيون وتشوي، ودول دورهم انهم يقفلوا فتحات التهوية. بس يا صديقي الكل بيتفقوا على كده وبيتحركوا. في الاثناء دي بقى بيعدي واحد من اللي نجوا مع تشوي في المدرسه من جنب المخزن وبيكتشف اننا محبوسه جوه، مش بيكون عارف حبسينها ليه اصلا وبيقرر انه ينقذها. لكن في الوقت ده بيوقفوه هو وتاي واللي وصلوا عنده بالصدفه بالمناسبه، وبيعرفوه اننا خطيره جدا ولازم تفضل محبوسه، فبيسيبهم وبيمشي. وبيروح الشخص ده اللي كان واحد من اللي نجوا برضه في المدرسه وبيعرفهم ان هو وتاي والباقي مش امان، ممكن عادي جدا يحبسوهم زي ما حاليا حبسنا، وبيقترح عليهم انهم ينضموا للكهنة، فالكل بيوافق. مثلا بنروح حاليا اللي هو وتاي والطبيبة واللي بيطلعوا فوق السطح وبيطيروا الطيارة لحد ما بتوصل لعند مصنع كيماويات كده قريب منهم، وبيجي شخص شكله مش مصاب خالص وبيمسك الطيارة دي وبيقفلها. وقتها بيزعلوا الكل ان الطيارة راحت منهم، لكنهم بيفرحوا برضو ان في مكان حاليا ممكن يروحوه وامان، وبيقرروا انهم يتحركوا عليه ويحتموا هناك، بس مش دلوقتي. هما بينزلوا من السطح وبيروحوا يبصوا على نا، فبيكتشفوا انها للاسف هربت من المكان، وبيلاقوا فتحة السقف اللي في المخزن مفتوحة، فبيعرفوا ان اكيد الوحش كده هو اللي هربها، وبيشكوا اكتر انها مضيفة الوحش، فعلى طول بيقرروا يدوروا عليها. فبنسيبهم حاليا وبنروح للمجموعة اللي قلت لك قرروا ان هما ينضموا للكهنة، انهم فعلا بيروحوا للكهنة وبينضموا لها، وبتعجب الكهنة بواحد فيهم كمان وبتعرفوا انه بقى المساعد بتاعها. الفكرة هنا بقى هي ان في ست من اتباع الكهنة القدامى قاعدة حاليا في مكان قريب وبتتغاظ جدا لما بتلاقي الكهنة معجبة بشخص تاني اكتر منها وخليته المساعد، لكنها مش بتهتم قوي يعني، وبتاخد رئيس العصابة عشان يدوروا على الناس من فريقهم. اللي قلت لك من شوية ان الوحش قتلهم في غرفة المراقبة، بس هما طبعا ما يعرفوش الكلام ده. المهم انهم بيوصلوا لاوضة المراقبة حاليا وبيلاقوا ان الناس اللي تبعهم مقتولين، فبيشكوا انهم اتقتلوا من هو وجماعته. بتروح الست دي وبتعرف الكاهنة بكده، وبتعرفها كمان انهم لازم يقتلوا هو واللي معاه. بتزعلها الكاهنة وبتقولها ما تقربيش لحد فيهم. بعدها بتقولها الكاهنة انا عايز اسألك على حاجة كده، هي امك كانت في العناية المركزة هنا في المستشفى صح؟ بتقولها الست دي اه.
فبتعرفها الكاهنه ان مديره بتعمل عليها هي وباقي المرضى تجارب كتير واكيد قتلتهم. بتتعصب الستي دي جدا وبتروح للعنايه المركزه عشان تواجه المديره وتسالها على امها، لكنها مش بتلحق تعمل كده لان فجاه بتيجي المديره من ظهرها وبتضربها فبيغمى عليها. ولما بتصحى بتلاقي المديره ربطها، وقتها بتقول لها المديره انا دلوقتي ممكن اقتلك عادي جدا زي امك، بس ممكن برضه اسيبك بشرط انك تجاوب على سؤالي. بما انك تبع الكهنه تقدري تقولي لي الوحش ده مين المضيف بتاعه؟ بتقول لها الست دي ان اكيد المضيف هي هو، لان الكهنه مهتمه بيها جدا ومش عايزه تقتلها. وهنا بتكون عرفت المديره اللي هي عايزاه، فبتقتل الست دي على طول وبتقرر ان هي تقتل هو كمان. بعد شويه بقى بتجي لها هو بالفعل عشان تسالها على حاجه، فطلبت منها المديره ان هي يعني تدخل معاها العنايه المركزه يتكلموا براحتهم جوه. فدخلت هو معاها وفجاه هجمت عليها المديره وحاولت تقتلها، فبسرعه بعدتها عنها هو، لكن المديره ولا همها وقامت تاني عشان تقتلها. بس قبل ما تعمل كده بيدخلوا تاي وبارك انهم سمعوا الصوت، بس مش بيحاولوا يوقفوها اصلا لان فجاه بتظهر مخالب الوحش وبتقتل المديره. بعدها بتهجم على تاي وبارك وبتوقعهم وبترجع تهجم على تاي عشان تقتله، لكن تاي بيبعد بسرعه فبتدخل مخالب الوحش دي في خزان النيتروجين السائل وبتتجمد مخالبه. بس بسرعه بيقدر الوحش يخرج مخالبه من الخزان وبيهرب من المكان عن طريق فتحات التهويه. في الوقت ده بتعرف هو تاي ان اكيد كده النيتروجين السائل هو نقطه ضعف الوحش ده وبيه يقدروا يخلصوا عليه. عامه في نفس الوقت ده بنروح لهان، لان هان يا صديقي بتكون قاعده مع نفسها وعيونها سودة تماما، فبنفهم ان الوحش مسيطر عليها وبتفضل تفتكر ذكريات لكل الناس اللي ماتوا من الوحش. بنشوف انها كانت عارفه ان الوحش هيقتلهم، فكده بنبدا نشك شويه ان هان هي المضيفه. لكن في المجمل بترجع هان لطبيعتها تاني. بعدها بتروح لهو والباقي وبتسالهم ايه اللي حصل للمديره وايه اللي حصل لكم، لكن هو طبعا مش بيهتم بكل ده وبتهتم بس ان هان ما كانتش معاهم وقت ما كل ده حصل، وبتشك تاني ان كده هان هي المضيفه عشان عرفت ازاي. فبتسالها هو انت كنت فين؟ لكن بسرعه بيجي تشوي وبيكذب على هو وبيعرفها ان هان كانت معاه بحيث يعني يبعد الشك عنها، ففعلا مش بتشك هو فيها حاليا. بعد شويه بقى بيجتمعوا الكل وبتعرفهم هو ان النيتروجين السائل هو تقريبا اللي هيوقف الوحش، وبيقرروا ان هم يقلبوا المستشفى كلها على النيتروجين ده لحد ما يلاقوا اكبر كميه. لكن شو مش بيهتم انه يروح معاهم اصلا، وبياخد بعضه وبيروح لهان، وبيكون معاه حاليا مذكرات هان لانها وقعت منها بالصدفه. فبيعرف بعد كده هان انه قرا المذكرات بتاعتها كلها واكتشف منها ان كل اللي هي بتكرههم ماتوا على ايد الوحش او تحولوا لزومبي، وبيسالها ده معناه ايه، فتقول له مالكش دعوه وبتسيبه وبتمشي. بس برضه مش بيهتم شوي وبيرجع مره تانية لهو وبياخدها يتكلم معاه، وبيعرفها حاجه مهمه جدا، وهي ان من فتره ابو هان مات في حادثه كده، واللي قتله او اللي خبطه يعني بعد كده مات كان ابو المدير الوغد. بس المشكله ان بعدها ابو رشى كل اللي يعرفوا عن الحادثه دي، واللي كان من ضمنهم المدرسه والمديره بتاعه المستشفى، وقدروا كلهم يطلعوا من المشكله دي، وحقق ابو هان ضاع. لكنه بيعرفه برضه انه كان يعرف كل ده ومع ذلك كان جبان وما حماش هان ولا جاب لها حقها. وبيعرفها انه عارف انها شك في هان، لكنه بيحذرها تاذيها لانه المره دي هيدافع عنها بجد، وبيسيبها وبيمشي. فيعني هو مش بتهتم قوي بالتهديد ده، وبتخرج مع بارك وتاي يدوروا على النيتروجين السائل. لكن المشكله اللي حصلت هنا في نفس الوقت ده ان بنشوف الكاهنه اتجننت زياده عن اللزوم وخدت بعضها وراحت للزومبي وطلقتهم كلهم في المستشفى. وعند هو وتاي وبارك فوصلوا فعلا لاوضه النيتروجين السائل، لكن المشكله انهم لقيوا النيتروجين كله خلصان لان في حد فضاه من الخزانات. بس تعرف مش دي المشكله الوحيده حاليا، المشكله الاكبر فعلا انهم بيلاقوا الزومبي اللي طلقتهم الكهنه وصلوا عندهم، فبسرعه بيضربوا فيهم وبيهربوا منهم في لمح البصر. بعدها بيفضلوا يجروا في المستشفى يمين وشمال عشان يكونوا بامان، لكنهم بيتفاجئوا في الوقت ده بالكهنه وهي مثبته هيون. وقتها اعتذر لهم هيون وعرفهم ان للاسف مراته استنشقت الدخان وبقت مش طبيعيه، شويه تتحول وشويه ما تتحولش. فجت له الكهنه وعرفته انها تقدر تحميها وترجعها لعقلها لو فضى النيتروجين، وعشان كده فضاه. طبعا بيتصدموا الكل منه، لكن قبل ما يعملوا اي حاجه بتيجي دو وبتقول للكهنه ما تقتليش هيون وسيبيه. فبتنشغل الكهنه معاها وبسرعه بياخد هيون السكينه من الكهنه وبيطعنها وبيسيبوها تنزف كده، وبيقفلوا عليها الباب وبيمشوا عشان الزومبي يخلصوا عليها بمعرفتهم. بعدها بيروحوا لاوضه جي مرات هيون يطمنوا عليها، وبيسيبوا باركو هيون يحموا جي ودو والطفل تشان، وبيروحوا هما عشان يدوروا على نيتروجين تاني. لكن في الوقت ده بتشوف هو رؤية كده، وبتشوف تشوي في المخزن بيتعارك مع زومبي، وتعرف دي حقيقة لان لما بنروح لتشوي بنلاقيه بيتعارك معنا واللي خلاص تحولت لزومبي بالكامل، لكنه في المجمل بيقدر يقتلها. بس مش بيلحق ياخد نفسه وفجأة بيلاقي هان قدامه وبتقول له انت ما تختلفش حاجة على اللي قتل ابويا او اتستر على موته، وبتقتل تشوي بكل حزن. نعرف بكده ان هان فعلا فعلا مضيفة الوحش. متى في الاثناء دي بقى بس في قاعه الاستقبال بيوصلوا الزومبي عند اتباع الكاهنه وتقريبا بيخلصوا عليهم كلهم.
بعدها بتيجي هان وبتقابل الكاهنة بنفسها واللي بقت خلاص زومبي بالكامل، وبتقول لها خلاص ما بقتش محتاجة لك، وبتطلع مخالبها وبتقتل الكاهنة خالص وبتريحنا منها. وبنعرف من هنا ان هي الصوت اصلا اللي كانت بتأمر الكاهنة وبتتحكم فيها وكل حاجة. اما بقى هو وتاي فبيوصلوا عند جثة تشوي وبيلاقوه ميت فبيزعلوا، لكنهم بيلاقوا جنبه مذكرات هان فبتاخدها هو وبتقراها، فبتلاقي هان كاتبة ان الوحش بيتحكم فيها وقررت تستخدمه وينتخبوا مع بعض من كل اللي شاركوا في موت ابوها وضيع حقه. والفكر هنا ان هو لما بتقرا الاسماء دي بتلاقيهم كلهم يا اما دلوقتي بقوا زومبي يا اما الوحش قتلهم، فبتتاكد كده هي وتاي ان هان الوحش وبيقرروا يوقفوها عند حدها. بس تعرف المشكله اللي ما تعرفهاش هو ان في نفس الوقت ده بيوصلوا الزومبي عند بارك والباقي في العنايه، وبدون مقدمات بيهجموا عليه. واحد من الزومبي بيهجم على هيون وبيكون هيقتله، فاللحظه دي بتتحول جين مراته لزومبي وبتقتل الزومبي ده، بعدها بترجع لطبيعتها عادي خالص. بعدها بيدخل بارك للاوضه وبيدور على دو فمش بيلاقيها، وبيبص فوق بيلاقي فتحه التهويه مكسوره فبيعرف ان الوحش خطفها. بعدها بييجوا هو وتايل عندهم وبيعرفوا اللي حصل، بيعرفوا ان دو مع هان وانها حاليا في خطر، فبيقرروا ان هم ينقذوها فورا. لكن قبل ما يروحوا لاي حته فجاه بتبدا هو تشوف رؤيه من تاني، وبتشوف الرؤيه دي ان هان ودو في مصنع الكيماويات. فعلى طول بتخرج هي وتاي وبارك عشان يروحوا للمصنع ده، فبينزلوا للجراج ياخدوا عربيه يروحوا بيها، لكن بيطلع عليهم زومبي في الوقت ده من ضمنهم زومبي رئيس العصابه، فبيتعاركوا معاهم بقوه كبيره وبيقدروا يخلصوا عليهم الحمد لله، وبياخدوا عربيه وبينطلقوا في طريقهم. في نفس الوقت ده بقى في مصنع الكيماويات بتكون دو مع هان، وبيكون الوحش مسيطر على هان وبيعرف دو ان لما هو توصل هيقتلها هي وهان وهيسكن في جسم هو نفسها، لانه اصلا من البدايه كان عاوز يسكن جسمها وتكون المضيفه بتاعته، عشان الجين بتاعها اقوى بكتير من اي جين تاني وهيقدر يتاقلم جوه جسمها، وعشان كده اصلا من البدايه كان بيحافظ عليها ومش عاوزها تموت. وفي الوقت ده بتفضل دو تتكلم مع هان، ففي لحظه كده بتقدر هان تسيطر على جسمها وبتقول لدو اهربي من هنا بسرعه، فبتهرب دو. بعد شويه بقى بيوصلوا بارك وهو وتاي للمصنع، وهما بيدخلوا بيلاقوا حد كده بيراقبه، فبتقول هو لتاي وبارك يدوروا على الحد ده، اما هي فبتروح تدور على دو. وهما بيقدروا تاي وبارك يوصلوا للشخص ده، وبيطلع نفس الشخص اللي كان ليه الطياره قبل كده، وبيعرفهم الشاب ده ان اسمه جيو وان هو الوحيد اللي نجا من كل في المصنع وعايش لوحده هنا من وقت ما الوباء بدا، وبيعرفهم كمان انه كان بيهرب منهم لانه كان فاكرهم اشرار، فبيعرفوه انهم مش هيأذوه. بعدها بيسالوه لو شاف يعني الطفله ده، بيعرفهم انه شافها فعلا في الكاميرات، وبيعرفهم شافها فين بالظبط، فبيعرف تاي فورا هو مكانها فين. بعدها بيروح مع بارك وجيو للكاميرات عشان يتابعوا كل حاجه اول باول. في الوقت ده بقى يا صديقي بتكون دو مستخبيه وبتكون مخالب الوحش توصل لها، لكن بتيجي هو في الوقت المناسب وبتضرب على الوحش ده النار فبيهرب. بعدها بتاخد دو وبتروح تخبيها في مكان وبتفضل تحاول تدور على الوحش، وبيجي لها كمان تاي يساعدها بعد ما شافها من الكاميرات، وفجاه بيطلع عليهم الوحش بشكله الحقيقي، وبيكون وحش ضخم جدا جدا يا صديقي، فبيترعبوا هو وتاي والكل. لكن في الوقت ده بتكون هو متاكده جدا ان هان جوه الوحش، فبتفضل تتكلم معاها وتفكرها بذكرياتهم، وبنشوف ان هان فعلا في اوهام كده وهي جوه جسم الوحش، لكنها بتقدر تفتكر ذكرياتها مع هو ودو. فاللحظه كده بتقدر تسيطر على جسم الوحش وبتاخده وبتبعده من المكان. وقتها بياخدوا هو وتاي دو وبيروحوا البارك وجيو وبيفضلوا يفكروا ويعملوا ايه، فبتعرفهم هو انهم لازم يقتلوا الوحش ده لانه هيفضل يطاردهم. ويسالوا جيو هل المصنع في معمل النيتروجين ستايل، بيعرفهم ان في معمل كده فعلا هنا، ولكن المشكله انه مقفول ولازم حد يروح لغرفه التحكم يفتحه، فبيقرروا ينقسموا بحيث يروحوا هو وبارك لعند المعمل، اما تاي فدوره يروح لروحه التحكم يفتح لهم الباب، وجيو طفله فتطلب منهم هو يفضلوا في الاوضه هنا عشان يكونوا بامان ويتابعوهم من الكاميرات، فبيوافقوا الكل وبينطلقوا. بيروح تاي لروحه التحكم، لكن في سكته بيطلعوا عليه زومبي كتير، فبيفضل يقتل فيهم يمين وشمال ويمين وشمال. بعد كده بيفجر خزان غاز فبيولع فيهم كلهم، وكل شياكه بيروح لروحه التحكم وبيفتح لهم معمل النيتروجين. وعند هو وبارك أول ما بيفتح المعمل بيدخلوه وبيتقسموا يدوروا على الوحش عشان يعرفوا هو فين بالظبط ويطلقوا على النيتروجين. بس المشكلة يا صديقي إن الوحش بيقدر يسيب بارك، وبعد ما بيسيبه بيمسكه عشان يحتل جسمه. في اللحظة دي بقى وقبل ما الوحش يقدر يسيطر على جسمه هو، بيدخل هو في هلاوس، بتشوف قدامها هان وبتعرفها هان إنها هتقدر تتحكم في جسم الوحش ده وهتقتله، لكن للأسف هتموت معاه. فطبعا بتزعل هو، لكن هان بتقول لها ما تزعليش، بتودعها وبتختفي من قدامه. فهو بترجع هو لطبيعتها عادي خالص، وبنشوف ان هان مسيطرة على جسم الوحش، لان الوحش بنفسه بيكسر خزان النيتروجين وبيخرج النيتروجين على جسمه وحرفيا بيجمده كله. وبيجي طيف اللحظة دي وبيضربه طلا، فبيتحول الوحش كله لدخان وبيموت اخيرا وبيختفي الخطر. في الوقت ده بقى بنشوف ان الزومبي في كل مكان بيموتوا، والضباب والدخان الاسود ده
بيختفوا خلاص من كل مكان في المدينة. بس يا عزيزي بعد شهر بقى على كل ده بنشوف ان الحياة خلاص رجعت لطبيعتها من تاني، والكل رجع لطبيعته وحياته عادي خالص. وهي نعم فروق أهان كان صعب جدا على الهوى، لكنها بتصبر نفسها دايما ان هي ماتت لغاية اكبر. مع الاخبار السعيدة دي بينتهي الملخص والمسلسل كله. بس كده سلام.